بنتي ما فاش ما بقاوش بغاوني لاحوني في الزنقه. جده قالت لي سيري عند باك ونصرفي ما بغيتي، قالت لي المهم خرجي من عندي ما بغيتكش تبقاي معايا. صافي خرجت من عندها لاحت لي حوجي من الزنقه. الام الوالد الله مسكينه الله يرحمه، مع الوالد فاش مشى تحول كان بارك مع امه جده، كان بارك معاها ومشات شرحت البلاصه في المنصوريه، مشات تحول ودمرتو ولادو ومبغاش يديني معاه انايا. لا كنت باقا بنت تا خرجتني جده قالت لي خرجي عليا من عندي، المهم خرجي قالت لي خرجي من عندي انا ما بغيتكش تبقي معايا. قالت لي ما قداش بكتيتي يا مريضه كطيحي ما نقدرش نشدك. دي كانت عندي 27 دابا ديك الساعه ولات عندي 28 عام. تاني واحد ما عقلتش عليه تكرفس عليا حملت صافي تا وليت حامله. مشيت درت سميتو سيرتيفيكا قال لي راك حامله. مشيت ويا هذيك فاش شت راسي حامله قلت لعمتي، قلت لعمتي شوفي انا راه حملت راه قلت لها وليت حامله، عاودت لها شنو المشكل كيفاش. ويا هذيك مشى وصلت للوالد قالت لي راه بنتك حامله حملات، قالت لي بنتك راه حملات. صافي هي هذيك بس يعني حامله مابقاش بغاني، قال لي صافي مابقاش بغيت بغي نشوف انا مابقاش كنبغيها. تلاقيت مع شي ناس صيفطوني الانصاف مشاو داوني السبيطار ميريزكو وليت والده وليد قال لي خاصك تخرجي غدوز شي سيمانه غتخرجي في حالك. صافي حيت قالك لي ولدات كنوقفوا معاها كنخرجوها صافي، حيت كيدخلوا الاخرين عاوتاني دوك اللي حاملين تما كيوقفوا معايا. انا راه تلاقيت مع حد من شي ناس صيفطوني عند السيده هادي قال لي سيري عندها. هي باش تلاقيت معاها قالت لي انا غنشد لك ولدك. اه صافي هي ديك مشيت ديت لها ولدي خليته عندها وولدي كنخدم اي خدمه كنخدم فيها كنطيح حيت علاش مع مريضه انا كنطيح اللي كانت عندي عام وانا كنطيح صافي. لا داوني السبيطار فين هنايا شفت حاجه هي اي خدمه كنخدم كنطيح كيخرجوني كنخدم كنطيح كيسخلعوا كيقول لك هذه مريضه كطيح تموت لينا ولا شي. واخا ما بغانيش انا نبغيه خاصو يديني عنده ولكن هو ما بغانيش. عجز عندها 20 يوم تربيه جات دقت عليا قالت لي كري ليا انا ما كريتش ليها عرفتها مريضه وجايه من الانصاف ما كريتش ليها بقات عايشه معنا هنا في الدرب باركه تجي حدا هذا الباب تعطيها تاكل تجي حدا الباب الاخر تعطيها تاكل. هاد السيده شدات ليها ولدها دارت فيه خير شداته قالت لها سيري بنتي تخدمي وجي. ملي جينا نشوفوا السيده لقيناها مريضه عندها مرض توحد تطيح ولات تطيح تدير شي حركات يعني تكون عليها الحيضات تكون عليها بزاف الحوايج يخرج العيوب ديالها تيخرجوا. تنجمعوا حنا العيالات تاع الزنقه تنغسلوا ليها تنبدلوها تنعطوها الملابس ديالنا تنلبسوها تنوكلوها تنشربوها. جا باها صيف عيط خدنا نمر التليفون من عندها عيطنا لباها قال لك ما يمكن ماشي بنتي فاعله تاركه. قلنا لها سيدي نرغبوا اجي دي بنتك ما بغاتش. جمعنا لها حنا مالين الجيران جمعنا لها الفلوس عطوني 13000 ريال كريت لابس ب 10000 ريال كانت كاريه عند شي ناس اخرين خذوا لها 5000 ريال حطوا لها الحوايج تحت الدروج. مشيت شديت هوندا كريتها جبت لها حوايجها من عندي جبتهم لها لذاك البيت كريت لها عاودت المراه الوضعيه ديالها قلت لها راه مريضه ولكن تبات عندك في الليل والماكل والشرب عين حنا في الزنقه نتهلاو فيها. لحقت نشلي جاتني المراه مخلوعه وتترعد قالت لي ما يمكنش ينشد السيده مريضه وتدير شي حركات انا ما يمكنش ينشدها. خرجت عليا مع الوحده الليل باقين عندها الحوايج وباقين عندها 10000 ريال جبتها باتت لنا. جاوا جوج الاولاد البال على موطو بغا يغتصبوها مع ثلاثه الليل ناضت تغوت تعيط عليا قدا هاد الولد وحنايا حنا اللي نقدنا نضنا في اللي تبعناهم لقيناهم هربوا 9 شهور هي عايشه معنا في الدرب. والوليد ما قالش معاه قالت عندها السيده هي تتشري ليك واش تتوكلوا تتشربوا. انا يلا سيمانه باش وليت نقابلها ما كنتش نقابلها يلا اسبوع دابا باش وليت حنيت فيها وداك الشيء كلهم تيحنوا فيها كلهم ساعدوها كلهم قالوا لي حنا نكريو لها نخلصوا الكرا كري ليها. وحنا هاد الناس قالوا لي نعطوك 6000 ريال الشهر جيراننا قال لي من الشهر الشهر نعطوك 6000 ريال عاونينا انت ب 4000 وحنا نعطو 6000 ريال 12000 ريال عندي الفلوس باش نكري ليها الحوايج باقيين حاطين والحوايج باقيين عند السيده. هذا هو المشكله بنتي انا بغينا اللي يساعدها بحال هكا باها تنعيطوا لي تعيرنا في التليفون
تيشوف با عنده لاباس عليه عماته بعائلتها، بنت نقيه ما خصهاش تشرد لهاد الدرجه بحال هكا. بغينا با يجي ينقد بنته وينقد هذاك الوليد. السيده درويشه ما فيهاش فساد ولا شي حاجه، اصلا مريضه خصها الدواء ترجع لورمان اللي يعطيها الدواء ويقابلها في الوقت وكل شيء. حنا دابا الزنقه كلها مقابلها، ولكن فليك واحد تيدخل دارو تيسد عيسى تبقى بوحدها في الزنقه. الجمعيات يهضروا مع باها يقول لي اجي خذ بنتك، هادشي اللي بغينا باها يسرها ويسترد البنيه. حنا عندنا بغينا نكريو ليها ونتحملوا بالكرام، حتى واحد ما بقى يبغي يكري ليها، حتى واحد ما بقى يدخلها عنده. منكري خايفين خايفين حيت تطيح بواحد الطيحه لا اله الا الله، بصح يخافوا منا حيت ما تطيح في واحد الحاله انا براسي خفت منها، وخايفين من اي حاجه، خايفين حيت هذه خاصها تساعد با. انا هادشي درتو على قبل باها باش يجي ينقذ بنته. بنته يهز حيت باها باقي في الحياه، الحمله خناس يهزو هما ليه. الجيران كله من هاد الدرب من ناخين من دون نصراني كلشي قال لي احنا معاك هاكي الفلوس وكري ليها، ولكن حتى واحد ما بغى يكري ليها. جابوا لي ناس فلوس ورديتهم، قلت لهم ما ناخذش فلوس، انا باقا ما يمكنش نديهم في جيبي ياك اختي ولا لا، انا خاصني فلوس شديتهم نخلص بهم الكرا، ولكن انفس ما عندي ما ندير بهم، ما نشدش انايا الحم تاع الناس ناكلوا. انا لا، انا مريضه وعندي وضعيه تاعي ما نقدرش ناخذ شي حاجه ماشي تاعتي. هذا الدري جابته لي في الاول باش نشدوه ليها لاساس باش تخدم وتزمع وتخلصنا. ملي عرفتها مريضه ما بقينا بغينا نشدو منها والو. دابا انا شاداه ما شاداه بلا اوراق بلا حتى شي حاجه. انا دابا وليت خايفه على راسي ملي مشينا عند القيد وهذا، قلت لي زمع الدري عندي ولا بقات سطرات لي شي حاجه اشنو المشكل؟ قال لي المخزن ما يرحمكش، قال لي المخزن ما يرحمكش. قلت لي انا دابا شاده ما كنقول حتى شي واحد شري لي ليكوش ولا شي حاجه، بغيت غير شي حاجه باش تلا طرات للدري شي حاجه الوقت والزمان طرات لي شي حاجه، يعني انا ما يعذبنيش المخزن. قال لي هذاك الشيء بعيد عليا انا، غدا ولا بغض غدا تقول لي الدري طرا لي شي حاجه. جلس الدري طرا لي شي حاجه وتجي لي ما نعرفكش. دابا اختي هذا المهم انا راه هازاه، ما كنقول ليها لا سيري جيبي ليكوش لا سيري جيبي الحليب لا حتى شي حاجه. هالجيران كلشي شاهدين عليا وعارفيني سابي لله، ولكن دابا وليت خايفه على راسي. انا ما كرهتوش نشدو. سيدي اختي راه مكرفساخ، شي كل نهار كيبغي يداخ شي واحد، ديما طامعين فيها ديما طابح جوج بموطور بغاو يدوه، ما بغاش تمشي مشاربه الدواء نوضوا عاوتاني مع الثلاثه الصحه بغاو يدوه. تهوت انا تبعتهم، قال لي العساس رجعوا لها عاوتاني مع الخمسه، رجعوا لها مع الخمسه بزاف. هادشي الدريه مسكينه راه ما كيدو مع والدها باها، راه ماشي يقولوا لها الحمل خناز راه كيهزو امها ليها، الناس راه ما هزوش بنتهم.